طبعاً إذا بتكلم عن رحلتي خلال 5 سنوات هي رحلة جميلة، تتكلم على كامبس متكامل، تكنولوجي عالي يناسب فكر ومستوى الطالب، تتكلم على كلاس رومز، تتكلم على سبورت سنتر عالي الجودة. أكثر شيء تعلمته بـ AUM هو الكرياتيفيتي، شلون أقدر أسوي شيء من لا شيء، شلون أقدر أميز نفسي. هذا شيء وايد فادني صراحة بشغلي اليوم، برزنتيشن سكيلز، كونفيدنس ليفل، كل هذه شغلات تعلمتها خلال تجربتي في AUM. تعلمت شغلات كثيرة، البيسكس فانكشنز اوف هيومن ريسورسز مانجمنت، طبعا هذه البيسكس تطورت وراحت لادفانسد ليفل مع شركة SLB. توطين يعتبر مركز فريد من نوعه صراحة، مهتمين بالخريجين لغاية اليوم، هذا دليل ان دليل نجاحهم وحرصهم على الخريج. اليوم احنا نتكلم عن عدد كبير من طلاب او خريجين AUM متواجدين في شركة SLB، وهذا دليل على نجاح او على جودة التعليم في AUM.